ماروتانا. من قال ومن أعطى لنفسه الحق أن يقول بأن الأم هي فقط التي تنجب؟ إحنا اليوم بدنا نثبت من خلال نماذج كنت عم بحكي تحت الهوى هلأ، قد ما إحنا فخورين فيها قد ما منتوجع بس نسمع تفاصيل قصصها. في صبايا بعمر الورد ربوا جيل، صبية معانا اليوم يعني أنا بقمة الفخر والحب والإطمئنان بإنه في عنا بنات بتحملوا هالمسؤولية بهالحجم وبهالقدر وعلى قلبهم أحلى من العسل. بنت اسمها لين أبو الراغب، والدها أيقونة وصورة للوطن طلال أبو الراغب، ربت وبتطبخ وبتغني ويعني مش مخلية ما شاء الله عليها ومبتسمة. صباح الخير لينو. صباح النور، بجنن حكي يا حبيبة قلبي، انت بتجنن. أهلا وسهلا فيك لين أبو الراغب. لين شوفي، أنا الأستاذ طلال علاقتي فيه بدت من سنوات طويلة وبحبه وبحترمه، وعمره ما صار في بيننا أي حديث يخص حياته الشخصية. فمبارح أنا قاعدة بالمكتب برن لي رقم، ألو مرحبا، كيفك، راف، شو أخبارك، أهلا أستاذ طلال، قال بكرة بنتي رح تكون ضيفة عندكم. فأنا استغربت، قلت له كيف يعني رح تكون ضيفة؟ قال أنا بنتي لين ربت إخوانها. قلت له ليش كيف؟ فهاي القصة اللي نسمعها منك اليوم نوجه له تحية، لأنه مزبوط إحنا اليوم عم نحتفل بعيد الأم، ولكن أستاذ طلال في آباء بيكونوا آباء وأمهات بنفس الوقت، صح، فأنت صح كمان صح تستاهل إنه نعايدك، ويا رب تضلك دائما منور بيتك. احكي لنا يا لين. أول إشي صباح الخير. صباح الفل. أول إشي بدي أعيد على كل أمهات الكرة الأرضية كلها. نعم. قديه الأم إشي ما حدا بيعرف قيمة الشغلة جد لما يحكوا، ما حد بيعرف قيمة الشغلة إلا لما يفقدها. لما صح. بدي أعيد على بابا أكيد، لأنك طبعاً زي ما قلتي بابا هو الأب بروح الأم بقلب الأم. شو حلو. يس. بعيد على إخواني أولادي. وبعيد على تيتاتي، وبعيد على عماتي وخالاتي، وبعيد عليكي نادية، بعيد على كل الأمهات عن جد. حبيبتي. هذا اليوم من وأنا وصغيرة، من أول ما توفت والدتي، نعم، كان إنه بالنسبة لي اليوم اللي ما بحبه كان بابا يغيبنا عن المدرسة حتى. إنه كان يوم عيد الأم يطلعنا من كل جو عمان حتى نروح برا عمان، ما نكون بعمان، ما بده هذا. هلأ صار بالنسبة لي لما كبرت وفهمت، ويمكن بعد تجربتي مع إخواني، بالعكس صرت بحب عيد الأم. صار يعني لك؟ صار يعني لي. مش ضروري نحتفل بأمهاتنا بس لأنها أمي اللي خلفتني، مش ضروري نحتفل بأمهاتنا طبعا. أنا بحتفل بفيكي نادية، بحتفل بأي شخص، أي امرأة عندها روح الأم. مش ضروري حتى تكون ربة أولاد بس صح، في حنية الأم صح ما بتلاقيها عند أي حدا. ودايما بيقولوا يا لين إنه الأنثى تولد معها غريزة الأمومة، يعني البنت صحيح من هي صغيرة تلعب بألعابها، بتلبس الفستان، بتعمل حالها صح أم، بتشربه حليب، يعني هاي غريزة موجودة عند كل أم. بس أنا دي أسألك، قدي كان عمرك لما توفيت والدتك؟ كان عمري 11 سنة ونص. وإخوانك؟ أخوي كان عمره 4 سنوات وأختي كانت 6 سنوات. هلا بدي أحكي شغلة، بس أنا يعني بلا مقاطعة لحديثك، بدنا بس نوجه رسالة لكل الأشخاص اللي فاقدين أمهاتهم، اللي هذا اليوم يمكن لا يعني لهم أو بالنسبة لهم هو يوم موجع مؤلم، بتمنوا أنه 24 ساعة يمرقوا بلمح البصر. قريت شغلة ما بعرف قديش ممكن تكون valid، بقول لك الشخص اللي فقد أمه بعيد الأم لازم يروح هلا على أقرب مكتبة يشتري كرت يدون كل المشاعر المختلطة اللي حاسس فيها، حتى لو هو زعلان وغضبان وعنده حالة من الإحباط، يكتب يقولها إنه بحبها حتى لو هي مش حاضرة، لأنه الحاضرة الغائبة هي الأم، زي ما قلنا في بداية الحلقة هي الوحيدة التي تمثل الجميع. إحنا رح نكمل لقائنا مع الأم اللي ولادها هم إخوانها، لين أبو الراغب. تتربى يفني يا مو يا مو
يعني هلأ دائما إحنا بنعرف إنه فرخ البط عوام عشان يعني نكون واضحين، فمش معقول إنه الأستاذ طلال أبو الراغب هالموسيقار والمؤلف الموسيقي يجيب أولاد ما يكون فيهم حس موسيقي. هذا صوتك لين مزبوط. هاي الأغنية عملتيها كوفر بتوزيع جديد. يس عملتها كوفر هيك بإحساسي وبتوزيع جديد، حلمي من زمان أعملها وبدي أطلعها اليوم على السوشيال ميديا بمناسبة عيد الأم إن شاء الله. يس بمناسبة عيد الأم. طب أنا بدي أسألك سؤال، عندي فضول أعرف. هلأ دائماً أنا شخصياً بستمد طاقتي وقوتي من والدتي، بحس إنه هي اللي بتفهمني لما أنا بكون زعلانة، هي الوحيدة اللي بتتحملني حتى بغضبي. يعني أنا مثلاً بابا بخبي مشاعري قدامه، بس أمي ما بقدر بتكشفني بتعرفني. أنت لما كنتي تضعفي أو تشعري بالوحدة لمين كنتي تلجئي؟ أمي بحكي معها كتير مش شوي، زي ما حكت نادي أنا بعبر، مش ضروري تكون قدامي، أنا جد بكتب لها مرات بس كنت صغيرة. لما كبرت أكتر تعرفي إحنا الصغار لما نكون صغار ما منقدر شو يعني أم وأب. صح. هلأ أنا يمكن عشان فقدت أمي كنت عارف شو يعني أم، بس لما كبرت أكتر وبلشت أنا وبابا كتير صحبة بتخيل شكل العلاقة. بابا يعني بالنسبة لي هو مش بس الرول موديل تبعي ولا الملجأ تبعي، هو يعني إذا بدي أختصرها بكلمة واحدة هو العالم تبعي، الكون تبعي كله. يا حبيبة قلبي الله يخلي لك اياها. حبيت كثير شو قلتي، قال أبوي هو أب بروح أم بقلب أم وبقلب أم. هو يعني يمكن كل الناس بتعرف طلال أبو الراغب as the musician as the composer، بس طبعا بس ما بعرفه عن جد. أنا هلأ يا رب يكون عم بيشوفني حبيبي. أكيد, أكيد عم بيشوفك. أكيد عم بيشوفك. هو يعني مش بس مش عارف شوفي أشعر بدني يا عمري حبيبتي. قلب قلب أم وأب والدنيا كلها، عرفتي؟ رائع. يخلي لك يا بدي أقول لك إشي. هلأ أنا في عندي إشيين بدي أحكي لك ياهم. واحد بس بدون ما أحزنك، بس لأنه على سيرة عم تحكي عن الأب وقديش هو يعني لك جدا. أنت يعني حجم الفقدان رح ترجع تحس فيه كأنه عمرك كان 11 سنة يوم عرسك. شكرا لك. ولكن لا ولكن طلال أبو الراغب رح يكون واقف جنبك وماسك إيدك وبقول لعريسك أنا أحببتها أولا. حبيبتي لين. يا ست الحبايب يا مو شو الصوت الحلو يا لين. احساس احساس كثير حلو كثير عالي. طب لين اليوم اخوانك كلمة اخيرة هيك بتحبي تقولي لهم ياها بمناسبة عيد الام. I'm sure هم بحبوك كثير ومتأكدة انه هم يعني زي ما بيقولوا بفدوكي بحياتهم. انت شو بتحبي اليوم تقولي لهم؟ باي ذا واي عيدوا علي الصبح طبعا لازم يعني جد اخواني بعتوا لي الصبح كل سنة وانت سالمة. اخواني ما في إشي بوصف قدي بحبهم جد. يمكن اللي بعرفني وقريب مني كتير بعرف قدي أنا يعني ممكن أقتل جد، ممكن أعمل أي إشي. I would kill for them. هاي الأم اللي بتقولها. وبدي أحكي شغلة عن لين يعني، بس قبل ما تقولينا عن هالأغنية بشكل سريع بدي أحكي شغلة. أنتوا فاهمين هاي البنت اللي قاعدة هون هي حرمت من طفولتها الطبيعية عشان إحنا نكون صريحين وواضحين. تحملت مسؤولية وكانت بمثابة الأم والأخت والموجهة والمسؤولة واللي بتدير بالها واللي بتهتم بتفاصيلهم والزوجة على والزوج فكرة طبعاً. يعني كانت عن جد شريكة يعني هي كانت طلال. شريكة حياة. ولكن هاي البنت هي حرمت من طفولة طبيعية، هي ما عاشت بوضع إنه هي يعني تتدلل على أم أو هي تحس حالها موجوعة تحكي مع أم أو أم تطبطب على كتفها. الأب قد ما كان حبيبي أستاذ صلال قد ما كان اسمح لي
ما في إشي بيعوض عن وجود الأم. فهي البنت اللي قاعدة بنحترم إنه هي أغلقت بابها وفتحت بوابهم. أخيرا شو بدك تقولينا عن الأغنية؟ بدي أحكي لكم إنه استنوا الكوفر اللي سمعتوه هلا رح أنزله اليوم إن شاء الله على السوشيال ميديا. أوكي. نعم. لين أبو الراغب الصفحة. يس. على الماي بروفايل ورح ينزل على كتير أماكن. أنا رح أعمل له شير. أنا كمان. حبيبتي لين. أنا انبسطت كتير بحضورك معنا وتحياتنا القلبية للأستاذ طلال أبو الراغب الصديق والفنان. وبالنهاية لين أكبر مثال بأنه بالفعل أنا من سنين بقولها كل سنة بواحد وعشرين أذار حتى الناس اللي أمهاتهم للأسف توفاهم الله الأم حاضرة والأم بتصلي لك والأم تدعي لك. تأكد أنك تقدر تحكيها والسماء كلها مفتوحة. فشكرا لك لين أبو الراغب نورتينا. شكرا كثير. وسمحينا اليوم إحنا هيك نهديك هدية من مجوهرات دماس الأردن بمناسبة عيد الأم. Happy Mother's Day. يسلموا. Thank you so much. هدية رمزية من مجموعتهم الجديدة أمي نعمة من الله وأنت نعمة من الله مش بس لأخوانك للبشرية أجمع. شكرا so لين أبو الراغب. كلامكم عن جد. Thank you so much. Thank you. يسلم. صح 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 ص